عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 16 رمضان أو 21 مايو، وإحنا في المسجد هنا في مدينة بييرا في موزمبيق بتوزيع المعاناة على المتضررين من الإعصار اللي حصل منذ شهرين. في نشكر طبعا الإمداد وكل المؤسسات دي من أستراليا الإسلامية اللي موجودة بما فيها مسلم إيد وباقي المؤسسات. الفود باك اللي عم نوزعه ده في رز وفي دقيق، في رز وفي دقيق وفي ذرة وفي زيت وفي سكر وفي ملح وفي بسكويت وفي سمك إلى آخره. فبنشكر كل المتبرعين سواء كانوا من بريطانيا كالإمداد بريطانيا وجنوب أفريقيا أو من أستراليا كذلك أو متبرعين محليين هو، لكن أملنا كبير جدا إن إحنا بنديش الأكل للناس ياكلوه، لكن نحول هؤلاء الناس من فقراء محتاجين إلى أغنياء معطائين. فنتمنى منكم جميعا أنكم تدعموا مشاريع التنمية، تدعموا مشاريع بناء القدرات، تدعموا مشاريع الزراعية، تدعموا كل هذه المشاريع تحول هذا المحتاج إلى أن يستطيع أن ينتج الدقيق وينتج الرز وينتج الزيت وينتج كل هذه الأشياء اللي احنا بدها لهم تبرع دلوقتي. جزاكم الله خير ورمضان كريم من بييرا موزمبيق.